جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. يعني الشخص اللي يتخلص من الخوف ومن الشهوة يستطيع أن يجلس على قمة العالم. عايزين نتأمل معاكم في موضوع الخوف ده. لما خلق الله الإنسان ما كانش في حاجة اسمها خوف. الخوف ده جه بعد السقوط. آدم ما كانش بيخاف في الأول ولا حواء. الخوف ده جه بعد السقوط. ثم ازداد الخوف فأصبح الرعب بالنسبة لقايين لما قتل أخوه. فإيه سبب الخوف؟ وإزاي الإنسان يبعد عنه؟ شعور الإنسان بأن ربنا معاه ما يخلهوش يخاف. عشان كده داود النبي قال: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شيئا لأنك أنت معي. شعور إن ربنا معاه يخلي الإنسان ما يخافش. إذا ابتدأ يشك فيني يخاف. لذلك بطرس الرسول وهو ماشي على المية مع المسيح ما كانش خايف، لأن شاعر إن المسيح ماسكه في إيده. لما بص للأمواج واضطراب البحر ابتدى يخاف وصرخ، فربنا قال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ إذن الخوف بيجي نتيجة قلة الإيمان، إن الواحد مش مآمن إن ربنا معاه وإنه حافظ ليه. اللي يؤمن بالحفظ الإلهي لا يمكن يخاف أبدا مهما حدث. يبقى ده أول سبب من أسباب الخوف. في حاجات ثانية يكون سببها شجاعة القلب من الداخل. اللي عنده شجاعة قلب من الداخل ما يخافش، لكن إذا قلبه كان ضعيف يبتدي يخاف. يبقى إما ما عندوش إيمان لإما قلبه ضعيف. أصعب درجة من دي الخوف الطفولي، اللي هو الطفل يخاف من أي حاجة، قلبه ضعيف. وطبعا في أسباب خارجية. بتسبب كده. أول نوع من أنواع الخوف، الخوف من الله. مخافة الله تعتبر فضيلة، لكن إذا وصل للإنسان للخوف والرعب يبقى دخل في الخطية. عشان كده الكتاب بيقول: بدء الحكمة مخافة الله. فدي فضيلة. الإنسان اللي يخاف ربنا لا يمكن أبدا يخطئ. هو الإنسان بيخطئ لأنه لا يخاف الله، لا يخاف ولا يحبه. ولذلك قيل عن وكيل الظلم انه لا يخاف، قاضي الظلم انه لا يخاف الله. الانسان
أول خوف مقدس، خوف من الله، أنه يخاف من الله الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويسجل كل شيء، يخاف حسابه ويخاف عقابه، ويخاف يوم الدينونة الرهيب. ولذلك احنا بنقول في الصلاة: يا رب ان دينونتك لمرهوبة، استحشر الناس وتفتح الاسرار وتكشف الاعمال وتعرف الافكار. اية ادانة تكون، اية ادانة تكون ادانتي انا المربوط في الخطايا. ده الخوف اذا الواحد استخدمه استخدام كويس يصل الى الحرص ويصل الى التدقيق ويصل الى حياة البر. لكن اذا ممشيش في هذا الخوف المقدس وابتدى يستهتر في عدم بخاف الله، تقف امامه الاية اللي جت في عبرانيين 11:10: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. في نوع تاني من الخوف، هو خوف من الموت. خوف من الموت وما بعد الموت. يخاف من الموت الشخص الذي يشتهي الحياة الدنيا وشهوات الحياة الدنيا ومش عايز يسيبها، فيشعر ان الموت بيفصله عن ملاذ الحياة. ويخاف الموت ايضا الشخص الذي لم يستعد للموت. لكن الشخص الذي يستعد للموت ويكون باستمرار في حياة التوبة وحياة الثبات في الله لا يمكن يخاف، يشعر ان الموت عبارة عن الجسر الذهبي الذي يوصل الى حياة افضل. يخاف من الموت ايضا من لا يعرف طبيعة الموت، ازاي ساعة الانفصال من الحياة. في نوع من الخوف ايضا خوف الانسان من المرض ومن الالم. خوف من المرض ومن الالم، وخصوصا لو كانت امراض تبدو صعبة الشفاء. يخاف الانسان احيانا من الحوادث ومن السفر. في ناس يخافوا من السفر، يشعروا انه ركب الطيارة انه بيركب الصعب من الامور، مش عارف توصل له لفين. واذا حدثت مطبات في الطيارة تبقى مطبات الهواء تعمل له مطبات في قلبه وفي ذهنه. نوع برضو من الخوف. لكن الانسان اللي اتعود ما بيخافش، وايضا اللي ما يخافش من الموت ما يخافش. هو الحوادث مش بس حوادث الطيران، ده ساعات تكون حوادث الطريق والسواقين اللي بيمشوا بدون حكمة او يهمهم السرعة، برضو حاجات تتوبهم. او واحد يخاف من الاخبار، ومش بس من الطيارات، في ناس يخافوا من البحر ويخاف من الغرق، زي الشاعر اللي بيقول: لا اركب البحر يخشى علي منه المعاطب، انا طين وهو ماء والطين في الماء زائب.
ده الكلام ده لو دخل جوه الميه. التلاميذ خافوا من البحر وخافوا من الأمواج، وجي ربنا طمنهم وهدأهم. في خوف من الناس الأشرار كتير، يخافوا من الناس الأشرار ومؤامراتهم واعتداءاتهم، ولكن اللي قلبه قوي ما يخافش من الناس الأشرار، واللي إيمانه قوي ما يخافش من الناس الأشرار، لأن بيقول الكتاب يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك. وبيقول يرسل ملائكته ليحفظوك في سائر طرقك، ويفتكر الآيات اللي فيها حفظ ربنا. في خوف آخر من نتائج الخطية، يعني الشيطان يشجع الإنسان لما يجي يخطئ ويخفي عنه النتائج، وبعد ما يرتكب الخطية يخوفه من النتائج، ويخوفه من الفضيحة، ويخوفه من العار، ويخوفه من اكتشاف الخطية، ويخوفه من فكرة الناس عنه، بل يخوفه من الاعتراف بالخطية. يقول له هتقول الكلام ده لابونا ازاي؟ يخاف من الاعتراف. برضو نوع من انواع الخوف. فاللي عايز ينجو منه يبعد عن الخطية، فما يقولوش نوع من الخوف. في خوف اخر وهو خوف من الشياطين. بالنسبة للعيال الصغيرين يسموها خوف من العفاريت، وبالنسبة للناس تانيين يقول له خوف من الجن. اللي قلبه شديد ما يخافش لا من الشياطين ولا من العفاريت ولا من الجن. أنا فاكر زمان 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 كنت بسمع من جرباتنا الكبار في السن بيقولوا مرة قالوا إن كان في بير على حافة القرية، في ناس قالوا بيظهر جن هناك وبيخوف الناس. فواحد من الجربات قال أنا أخاف من الجن، أنا هروح أبات عند البير وآخد بندقيتي معاي، وإن طلع عفريت أنا هفرغ فيه. ده قلبه جديد، لا يخاف من عفاريت ولا يخاف من جن، ويفتكر انه هيفرغ فيه. طبعا الشيطان روح ما ينفعش فيه التفريغ، لكن عبارة افرغ فيه معناها قلبه جديد. في ناس ما يخافوش من الشياطين، وفي ناس يجيلهم رعب شديد. الاباء اللي عاشوا في البرية وفي الجبل وفي الوحدة الشديدة ما كانوش بيخافوا من الشياطين. القديس الأنبا أنطونيوس من أكبر الأمثلة لعدم الخوف من الشياطين، كان يسببوا له فزع شديد وبأصوات مخيفة وبمناظر مخيفة، ما كانش يخاف. وكان يقول لهم لو ربنا أعطاكم سلطان عليا أنا مين أنا أخاهم ربنا، لكن إذا كان ربنا ما أعطاكمش سلطان عليا فما خافش من أي حد فيكم. وكان يرتل مزاميره. الآباء اللي عاشوا في البرية ما كانوش يخافوا، لا يخافوا من الشياطين ولا يخافوا من التعابين ولا من العقارب ولا من دبيب الأرض ولا من الحشرات.
افتكر ابونا عم المسيح الحبشي في مرة كان ماشي في الجبل وتاه، عمل ايه؟ رسم دايرة على الارض وحط لها صلبان من كثرة الاتجاهات ونام هناك، وشعر بانه محفوظ داخل هذه الدائرة. ان جت اي حاجة من الحشرات او الدبيب او غيره مش هتقدر عليه. الايمان يخلي الانسان ما يخافش. لو كان الناس يخافوا ما كانوش يعيشوا في حياة الوحدة وفي الجبال وفي البرية الجوانية. لكن في ناس بقى لو طلع لهم صرصار ولا اي حشرة ولا برص يقول الان يا رب في يديك استودع روحي. هو الحشرات ما بتخافش، ما بتخوفش، لكن اللي بيخوف ضعف القلب من جوه. القلب الضعيف من جوه هو اللي بيخوف. ما احنا عشنا في الجبل وسط الدبيب وما كانش بيجرى لنا حاجة، وكنا بنشعر ان ربنا بيستر ولابد ينبه للخطر قبل وقوعه او عند وقوعه. ايه خبرات كتيرة في حياة الانسان ازاي ربنا ينبه للخطر قبل وقوعه او عند وقوعه وينقذ الانسان منه بحيث انه ما يخافش. في ناس يخافوا من الظلام، من الظلام خصوصا العيال الصغيرين. هو حكاية الخوف من الظلام، في واحد مرة قال كلمة شاملة لمسألة الخوف، قال من ضمن أسباب الخوف الظلام والمجهول والحركة المفاجئة. وفي الحقيقة الثلاث أمور دول يندمجوا تحت عنوان واحد هو المجهول. فالإنسان بيخاف من الظلام لأنه وراه مجهول، بيخاف من المجهول، والحركة المفاجئة أيضا بيخاف منها لأنه مش عارف أي سببها. فكتير قوي من الناس يخافوا من المجهول، والخوف من المجهول عايز إيمان ان ربنا كل حاجة في ايديه. الخوف من المجهول زي ناس يقولوا احنا نخاف مما تخبئه لنا الايام، من المجهول يعني، او يخاف لما يعجز تبقى حالته ايه، او يخاف انه يكون لوحده لان برضه حكاية المجهول. بل ربما حكاية المجهول دي تخش في كثير من الأسباب اللي قلناها قبل كده. حتى بالنسبة للمرض بيخاف من المجهول، يا ترى المرض ده هيتطور لإيه وهينتهي لإيه ونتيجته هتبقى إيه. نصيحتي إنك أنت لو جالك خوف من المجهول قول كله في ايد ربنا، وربنا هو اللي في ايده كل حاجة، وهذا المجهول لم يخرج عن ارادة الله ايضا. في ناس يخافون من لا شيء، من عدم وجود سبب واضح للخوف. أمثلتهم اللي بيخاف من الرقم 13 ومضاعفاته،
تخش فيه نوع تاني من اسباب الخوف هو التشاؤم، فيتشاؤم من الرقم 13، من 13 و26 و39 وكله، وبعدين تتعقد الحكاية امامه فيخاف من 13 في الشهر العادي وفي الشهر الابتي وفي الشهر الهجري، الحكاية لخبط معاه، حتى يخاف ان جاله التذكرة فيها رقم 13. طبعا دي اوهام، ولذلك قوانين الكنيسة تمنع من التشاؤم والتطير، وتعتبر ان دي خطية. من التشاؤم ده واحد يخاف من صوت الغراب او صوت البوم، مجرد ان يسمع صوت بومة يقول لازم في حاجة وحشة تحصل، خوف. كل دي اوهام، كل دي اوهام، والانسان لو عرف ان دي ملهاش وجود يبقى مفيش داعي انه يخاف من لا شيء. ده احنا عندنا رقم 13 احيانا فيها اشياء جميلة جدا، ده اصحاح المحبة هو كورنثوس الاولى 13، يعني حاجة كويسة. وحكاية قدس لي كل بكر كل فاتح رحم ترتبط ايضا بالرقم 13، وياريت واحد يتتبع الحاجات الجميلة اللي في رقم 13 في الكتاب المقدس، في كل اسفار الكتاب من اولها لاخرها. يقول لك بولس الرسول هو 13 الرسل. كل دي اسباب وهمية للخوف، كل دي اسباب وهمية للخوف. في انسان يخاف من الحسد ومن الغيرة، يقول لك فلان ده عينه تفلق الحجر، نظرته صعبة، يخاف من كل عين زرقة. اشمعنى الزرقة دي؟ مش عارف. يخاف من نظرة الحسد، ويقول لك فلان او فلانة عندهم حكاية العين اللي تخوف. ولذلك في ناس من جهة الخوف من الحسد يخبوا كل حاجة، إذا جالهم خير يخبوه خوفا من الحسد، وإذا جات لهم ترقية يخبوها خوفا من الحسد. باستمرار عنصر الخوف من الحسد. وفي ناس بيخافوا من الغيرة مش بس من الحسد، أحسن تسبب ليهم مشاكل. في خوف من ضعف الشخصية وقلة الحيلة، ولذلك في إنسان يخاف من المسؤولية، ليس بنوع من أنواع الاتضاع، إنما شعوره بصغر النفس وإنه مش قد العمل، وخوفه من الفشل. حكاية الخوف من الفشل كتير جدا بيتعب منها التلاميذ، قبل الامتحان يكون خايف من الفشل، وقبل النتيجة يكون خايف من الفشل. وناس قبل ما يروح اختبار شخصي يخاف من الفشل، برضه خوف من الفشل إما سببه عدم الثقة بالنفس أو سببه عدم الاستعداد
أو قلة الزينة. في ناس يخافوا من الحيوانات المفترسة، يخاف من الكلب، يخاف من الديب، يخاف من النمر، يخاف من الأسد. برضو نوع من الخوف الطفولي. أنا أحب أن كل واحد يكون قلبه جديد وما يكونش خواف، يكتسب دي بالإيمان ويكتسب دي بقراءة سير الشجعان.